يتعين عليه أنه متى ما أخذ مكافأة أو مالا من الدولة نظير عمل معين، سواء ما يسمى بصنف أو ما شابه ذلك، ثم إذا به لم يعمل عليه ولا زال هذا المبلغ ينزل على حسابه، فيتعين عليه أن يخبرهم ليوقفوه، لأنه لا يستحقه، لأنه لم يعمل شيئا. ثم لو قال مديره المباشر لا إشكال، نقول فيه إشكال، لأنه ليس لك صلاحية في صرف المال، الصلاحية لمن له الصلاحية العليا، إما ولي الأمر أو من كلفه ولي الأمر أن يتصرف حسب ما تكون هناك مصلحة. بعض الناس يقول والله مديري سمح لي، مديرك ماذا يملك؟ ما يملك شيئا، ما يملك صلاحية. يعتبر معينا من ولي الأمر فيما يحقق فيه المصلحة، لكن الأمور المادية المالية محسوبة حسابا، ولذلك حسب ما يردني من أسئلة من بعضهم أنه قد يرفق اسمه من ضمن انتدابات أو خارج دوام وهو لم يذهب ولم يعمل، من أجل أن رئيسه المباشر يقول والله هذا من باب مكافأة لك نظير ما تقوم به من عمل، ليس لك حق. إذن فيه عدم وضوح، لأنه لو كانت له صلاحية، لو كانت له صلاحية قال فلان من الناس يكون له هذا المبلغ نظير هذا الجهد الذي يقوم به في ثنايا العمل، لكنه ما استطاع أن يكافئه إلا بطريق آخر، لأن الطريق الذي يريد أن يكافئه به ليس له صلاحية فيه، فيكافئه بطريق آخر أذن به ولي الأمر. ما أذن به ولي الأمر سمعنا وأطعنا، ما عدا ذلك من اجتهادات فلا يجوز. نعم. أيضا نعم فيه نوع من الكذب، أنه كذب من أنه ذهب ولم يذهب، والإنسان يتورع، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم عند الترمذي لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. هذا عرف عندهم في القطاعات المصغرة، هذا العرف لا يعني أنه إذن من ولي الأمر، تعارفوا على ذلك فليتعارفوا، لكنه ليس من ولي الأمر فلا يجوز مهما تعارفوا، تعارفهم هذا شيء آخر، نحن نريد أمرا واضحا وصريحا من ولي الأمر أن هذا الشخص المسؤول له الحق في التصرف. وأتوا البيوت من أبوابها. نعم. وأيضا ما يفرق بين المجتهد وغير المجتهد، إنسان يسافر ويذهب ويترك أهله ويترك مصالحه من أجل هذا الانتداب، وشخص آخر أرفق اسمه وهو جالس بين أهله وبين مصالحه، هذا في ظلم. فإذا استوى المجد من غير المجد فسد العمل. وعلى كل حال الإنسان مهما كانت من شبه يتورع. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي كما ثبت عنه: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال، والنفس متى ما انفتحت عليها أبواب أخذ المال من طريق به شبهة سيستمر هذا الأمر إلى أن يقع في المحرم الصريح.